السلام عليكم. تجربة بنص الصبح نسويها اليوم، نفتح الثلاجة شوف وش ضاملكم بيها. عينتين درارة، خلنا نطلع هاي العينة شوفوا ليش بيها. تشوفون هذا اللي قبل شرحت لكم عليه، الراسب الوردي. تعالوا خلنا نشوفه تحت المجهر شنو هذا هذا الراسب عندنا بعد عملية الطرد المركزي. هسه هذا تحت المجهر، التشخيص متروك لكم. للعلم الراسب أنا شوية خففته، حطيت له ديستور ووتر، لأن كان الراسب جدا عكر. الصورة لكم ومتعوا نظركم بهاي الصورة الحلوة. طبعا التشخيص كله سهل وواضح لكم. هالمرة أنا سويت التجربة، هالمرة التشخيص عليكم. تحيات أستاذ علي.